أعرب معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن شجبه واستنكاره الشديدين لإساءة استغلال بعض الأفراد لأجواء الانفتاح والحرية للنيل من مكتسبات الوطن ومنجزاته، رافضا كل الرفض أي مساس بقيادة البلاد. وشدد معاليه على ضرورة بذل المساعي والجهود كافة لتحقيق توجهات وتطلعات جلالة الملك المفدى لرفعة الوطن وإعلاء شأنه، وكذلك العمل على وحدة الصف والتلاحم، مؤكدا أن دولة القانون والمؤسسات ستتصدى لكل هذه الأفكار المسمومة التي تحاول العبث بالوحدة الوطنية. أشاد معاليه بما تشهد مملكة البحرين من تطور بارز في مختلف المجالات منذ أن تولى جلالته مقاليد الحكم في البلاد، إلى جانب تعزيز الحريات الدينية والحفاظ على روح التعايش السلمي التي تميزت بها مملكة البحرين منذ القدم، داعيا إلى عدم استغلال أجواء الحرية والانفتاح التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.